الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى من سار على نهجه واختفى. أنا في غاية السرور والسعادة في وجود هذه الليلة بكوكبة عنزة ولي كامل الشرف بذلك. الرسالة الأولى مزفة التهنئة إلى الشعب السعودي كاملا والشعب العربي والأمة الإسلامية بشفاء خادم الحرمين الشريفين، ومن هذا المنبر نجدد لها البيعة وإلى مقامها الكريم وإلى مقام سيدي الأمير محمد بن سلمان. الأمر الثاني رسالة إلى جنودنا المرابطين على الثغور في جميع الحدود، نعتبرهم خط الدفاع الأول عن الدولة. أسأل الله عز وجل أن يسدد رميهم وأن يعافي مريضهم وأن يتقبل شهيدهم. أكرر سروري سعادتي في وجودهم في هذا المحفل، شكر للجميع الحفل الكريم والسادة الحضور والشيوخ والأعيان. خص بالذكر شكر خاص لأخي العزيز سعود الراجي الرضي على دعوة لنا البارح دعوته لهذا المساء، والشيخ محمد العاند كذلك، احنا من البارح واليوم والليلة عنده. الله يحييه. وأنا في غاية الشرف في هذه الوقفة، وأنا لم أعد شيء حبيبة، لكن في وجودي بينكم أتشرف في هذا الأمر. على الضيوف اللي من خارج منطقة تبوك، والله نلتمس لهم العذر. تقدم شوي. نلتمس لهم العذر في عدم قبول دعوتنا وعدم إجابتها للظروف اللي حنا نقدرها وحنا عارفينها.